ده مش رونالدينيو، ده ابراهيم سعيد، احرف مدافع جه في تاريخ الكره المصريه. بصراحه بقى لو انت ما اتفرجتش على كوره ابراهيم سعيد يبقى انت ما اتفرجتش على كوره. لا هتغلط هنغلط يابا، مش عايز غلط بالصلاه على النبي. قبل اي حاجه بس لو انت معترض على الكلام يبقى انت اكيد مش عارف ان الراجل ده هو المدافع المصري الوحيد اللي فاز بافضل لاعب في مصر مرتين وافضل مدافع في افريقيا مرتين واول لاعب مصري يحترف في الدوري الانجليزي واول لاعب مصري عقده بسم الله ما شاء الله يعدي المليون جنيه واول حلو قوي بالصلاه على النبي كده. ماشي. اخر حاجه بس في انجازاته ان الراجل ده كان دايما بيصاحب بنات حلو. لا لا يا باولو، ابراهيم سعيد الحقيقه كموهبه هو الاعظم في تاريخ مصر، وهو الوحيد اللي كان عنده الميكس الرهيب ما بين ان هو تكتيكيا عالي جدا وبيقدم اداء رجولي وفي نفس الوقت كورته حلوه وعنده مهاره بشكل رائع وبارع ومميز. هنا ساسكت قليلا، هنا ساسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الكبير، لهذا النجم. ابراهيم سعيد مركزه الاصل كان مدافع، الا ان هو لعب في كل مراكز الملعب من اول ليبرو مع حسن شحاته لغايه مهاجم ورقم 10 مع مانو الجوزيه، وبسم الله ما شاء الله كل مركز كان بيأدي فيه بافضل شكل ممكن. يعني لما لعب مدافع كان بيقطع الكرات بشكل مميز جدا وما كانش فيه حد بيقدر يراوغه، وكمان ما كانش فيه حد بيقدر ياخده سرعه، تحس كده انه كان بلطجي ومش مجرد مدافع، وما كانش حد يقدر يعدي وهو موجود. يعني حتى بص دي لما المهاجم ربنا كرمه وعدى وكمان رقص الحارس، شوف ابراهيم سعيد عمل ايه. صبح يا عم الحاج. المهم اكبر ميزه فيه كمدافع انه يخليك لو انت مدرب ما تعملش خطه لبناء اللعب، هو بناء اللعب. عايز تلعب طوليات موجود، مش عايز تلعب طوليات وعايز تطلع بالكره برده موجود. والجميل ان هو كان بيعمل كل ده بنفسه، مش مهم خطه، مش مهم واحد يفضي مساحه ولاعب تاني ينزل يستلم منه، انا هعتمد على نفسي كفاءه بعون الله، تعد 3 ثواني تلاقيني طلعت بالكوره من الدفاع للهجوم. نروح بقى لما بدا يلعب في نص الملعب، نفس الكلام هنعيده تاني بتاع ان هو مش محتاج لعيبه وان هو كفاءه والكلام ده كله. بص هتوقفني في نص الملعب هستلم وهعدل هجيبها جون من وانا في مكاني، حتى مش هتقدم شويه كمان. ابراهيم سعيد يا سلام يا ابراهيم. ده غير كمان ان النقطه الاهم بخلاف التكمله الهجوميه والاسيستات ان هو كان دايما كل تمريراته تمريرات مفتاحيه، والنقطه الاهم ان هو كان عظيم جدا في التاكلينج، تحس كده انه معاه دكتوراه. والحقيقه اول ما شفته قعدت اقول الراجل ده بيفكرني بمين، التاكلينج ده بيفكرني بمين، وفي الاخر افتكرت ان هو بيفكرني بعمنا ورئيس علم التاكلينج حمدي فتحي. صح يا ابني الايه، صح برافو. ده غير كمان ان ابراهيم سعيد لعب في اهلي وزمالك واسماعيلي بشكل مميز، وكان اول لاعب مصري يحترف في الدوري الانجليزي لما راح في نادي ايفرتون 2003، ولكن ما شاركش بسبب خلافات ما بينه وما بين المدرب ديفيد مويس، من ضمنها مثلا ان هو اول 4 مباريات يدخل فيهم القايمه ما لعبش وكان احتياطي بس. انا قعدت 4 مباريات بس احتياطي. وكمان بسبب طريقه اللعب وان هيما كان بيحب يستخدم مهارته كتير ومويس ما كانش بيعجبه الكلام ده، وكان بيطلب منه دايما مهام دفاعيه بس. احنا الدوري الانجليزي لما كنت بمسك كره ورقص ديفيد مويس كان بيزعق لي. المهم ان الحاجه الابرز اللي عملها هناك لما راح ايفرتون ان الراجل ده اتقال عنه ان هو قدر يتعرف على بنات كتير في وقت قصير وبمنتهى السهوله. مقررات سهله سهله مش معقده زي اللي عندنا. المقرر هناك تقول له تعالى يا مقرر يجي على طول. اخر حاجه ان ابراهيم سعيد ما كانش ملتزم تماما، وكان دايما بيحب يثير الجدل بكل الطرق والاشكال والكيفيات. الواد ده غريب، مره يصبغ شعره مره يتخن نفسه، واد عجيب. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه ان الراجل ده ما كانش مركز تماما في الكوره وما كانش مركز في الملعب وعمل كل اللي احنا قلناه ده، فتخيل بقى لو هو كان مركز وكان ملتزم وكان مركز في الكوره كان ممكن يعمل ايه. اخر حاجه ما تنساش تقول لي رايك في تعليق وتعمل لايك وشير وتقول لي عايز فيديو عن مين، واشوفك في فيديو. وكفو والعرضيه وهدف اهلاوي، الهدف الاهلاوي الاول ابراهيم سعيد. ابراهيم سعيد يحرز هدف عالمي، هدف عالمي ويضاف الى سجل الهدافين، يضاف الى سجل الهدافين. تألق امام بنفيكا بدا فتاح والنجوم طه اسماعيل. خطوره لكن توصل لابراهيم سعيد، ماشي ابراهيم والتصويت. الله عليك يا ابراهيم يا سعيد،
حلوه 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 جوه جول ابراهيم سعيد واول اهدافه بنادي الزمالك. وصراع على الكرات العرضيه يلعبها حلوه وابراهيم سعيد. ابراهيم سعيد يحط هدف التقدم. ابراهيم سعيد في الدقيقه 22 من الشوط الثاني. يا يعني ابراهيم سعيد يقول انا اهو وانا